الرحيم. القهوة يا دكتور نادر. ايه ده؟ انت اللي جايبة القهوة بنفسك يا رجاء؟ هو انا عندي اغلى ولا اعز منك؟ لا بس الكلام ده ليه معنى كبير قوي بقى. ايه هو بقى؟ معناه يا ستي ان رجوة حبيبتي اختي الجميلة سمحتني ومش زعلانة مني. يا حبيبي هو انا عندي اعز ولا اغلى منك؟ انت اخويا وحبيبي وكل حاجة ليا في الدنيا. يا نادر انت مش متخيل انا فرحانة قد ايه؟ انت رجعت ليا ولشغلك ولبيتك وللحياة كلها. انا بس يا حبيبي اللي خايفة تكون زعلان مني. يا ريت يا حبيبي كانت ايدي اتقطعت ولا اتمدت عليك. رجاء بعد الشر على ايدك. وعلى فكرة بقى الألم اللي أنا أخدته ده كان مهم جدا بالنسبة لي، بس إياكي تستحليها. لا. مساء الخير سارة. أنت لو ما نطقتيش يا ولية أنت أنا هحبس المنطقة باللي فيها وهقفلها لكم برضه لغاية ما أوصلها. يا سعادة الباشا والله ما أعرف حاجة، وبعدين أنت ماسك في قفايا أنا بالتحديد ليه؟ ما المنطقة كلها قدامك إيه، ولا عشان سبت غلبانة ومنكسرة يعني؟ يا سعادة الباشا الأخت جمالات أخت فاضلة ولم نرى منها سوء، إيه حكايتها مع الشرطة؟ مالكش أنت دعوة يا عم الشيخ. بنت كوريا فين؟ مين ما جت ايه؟ اهي بنت كوريا. واد يا سوكا اخس عليك يا ولا بقى تاخد كوريا يا واد وتسيب امك. حقك عليا يا ام، حقك عليا. مره الجايه اخدك معايا انت وقال الحاره وعلاء باشا كمان. ايه يا ام سوكا استكتر علينا نقعد مع النجم يوم واحد ولا ايه؟ ما كل يوم قاعد معاك وبيغني لي كل ليله. اه يا ام سوكا تعالي تعالي. انا باشا بنت هايدي فين؟ هايتي؟ هايتي ده يا باش ده نقل بندة ولا ايه؟ تتستقبلي يا بت؟ جمالات فين؟ اه جمالات ونبي ما اعرف يا باشا بكلمها من الساعة 8 كده وهي ما بتردش، ده انا حتى فكرتها خرجت معاك. ما هي ما كانتش بتكلم مع حد الا سيادتك. لو ما كانتش معاك يعني تبقى فوق. مفيش حد فوق غير الست المجنونة اللي عمالة تصوت دي. سدس سبتيها لوحديها؟ قلت لك ما تسيبهاش لوحديها، ممكن تحط ايديها في الغسالة وتتكهرب. يو يو وانا اعمل ايه برضو يا خال؟ ما انا برضك لازم اخرج افك عن نفسي شويه. وانا يعني ايه كنت وليت ابرقها بنت؟ انت انا هوديكي في 60 داهيه، انت كنت متسطره على واحده هربانه. ظهر اسود هربانه ونبقى ما اعرف يا باشا. انا كل اللي اعرفه انها بنت محترمه وبنت ناس، هي يكش بس يعني متخانقه مع جوزها شويه، عشان كده احنا مكمرينها عندنا لحد ما يستلحوا. ولو كنت يعني قايله في الحاره انها قريبتي ده عشان محدش يضايقها يعني وكده انت عارف. يبقى تيجي معايا الحبسه بقى لغايه ما تفتكري هي فين وتجيبها لي من تحت الارض. طب صلي على النبي يا باشا، صلي على النبي بس كده اسمع هقولك. بص بقى يا باشا، لو انت شايف ان انا متسطره عليها يبقى احنا الاثنين بقى كنا متسطرين مع بعض. ليه بقى؟ اظن الحركه كلها شاهده. ده انت كنت خارج داخل من عنديها ولا موظف في بينكم سر؟ هي كانت بتكلم مع حد اللي معاك؟ لا ده انت تيجي معايا الحبس من دلوقتي. صلي على النبي يا باشا، صلي على النبي. كره ما تقصدش يعني بتفضفض بكلمتين امال في ما انت بقى يا اللي مستهبل لي فيها وعامل لي فيها عبيط. كره لو ما جيتش من نفسك كده وقلت لي هي فين انا هحبسكوا كلكم وبخليها بقى تنفعك. مالي يا باشا انا السواق وخلاص. اتلم بقى اتلم على لا اله الا الله. ولا يا سوكا ولا هي البت جمالات نصابه وحراميه وسوابق؟ انت هتوديني بدايه نعرف؟ ارفع ايدك فوق يام، امشي قدام، ارفع ايدك امشي ولا امشي. ساره انت مجنونه صح؟ شكلك بقى بني ادم. وانا كان شكلي ايه قبل كده؟ ما كنتش حاجه خالص. بس على فكره لياقتك النفسيه عاليه، تعرف تتحول 180 درجه في مفيش. تقدري تقولي كده انا كنت واخد اجازه من نفسي ورجعت؟ بس احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان احنا هنبعد بس هنسيب لبعض حاجات كويسه، وانت ما سبتليش اي حاجه. ولا انت؟ انت اللي اختفيت. انت عايزه ايه دلوقتي؟ عاوزاني يا نادر. طب ما انت مع نفسك. انا مش هنا يا نادر خالص، انا كمان محتاجه اخلص الاجازه بتاعتي وارجع بني ادمه طبيعيه، محتاجه ارجع لنفسي. بس انا مشواري اطول منك بكتير. ساره انت عايزه تتعالجي بجد؟ بس خايفه، خايفه اعمل ده وانا لوحدي. انت مش لوحدك، انا جنبك وهفضل جنبك وهاخدك من ايدك واوصلك لحد نفسك وهتشوفي نفسك اجمل بكتير من دلوقتي. مش هتسيبني وتمشي زي المره اللي فاتت؟ أنا مسبتكيش، أنا استنيتك وانت جيتي. وسارة أننا مش هنتجوز، تبقى زوج ما بيحصلش كتير على فكرة. روحي جهزي شنطتك
اتصلي باهلك وشوفي هتقولي لهم انت هتقعدي فين، وانا هعدي عليك في البيت بكره الصبح. انت عارف هتوحشني قوي الايام اللي كنت شبهي فيها. وانت عارفه هتوحشيني جدا لحد ما تبقي شبهي زي ما انا دلوقتي. لا 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 لا، احكي لي بقى الوش ده، ده انا واخده لك اجازه يومين وقاعدين في وش بعض. احكي لي بقى ايه اللي مضايقك؟ فضفضي وخرجي اللي جواكي، سرك في بير ما تقلقيش. احكي. علاء صعبان عليا. علاء مين؟ الظابط؟ بهدلته معايا، سبته لحد ما حبني، وبعدين حطيته في اصعب موقف، خليته يختار ما بين حبه وشغله، ولما اختار شغله زعلت منه. فكري في نفسك دلوقتي وهتطلعي من اللي انت فيه ازاي، وهو لو بيحبك هيستناكي. خدي غيري هدومك كده وريحي نفسك، انت شكلك تعبان قوي. مكسوفة مني؟ أودي وشي الناحية التانية عشان تغيري؟ لا مش مكسوفة، مستغربة. إيه اللي يخليكي تستقبليني في بيتك مع إنك عارفة إن وجودي عندك خطر عليك؟ والله أنا نفسي معرفش، يمكن عشان أنتي من ناحية سوكا. إذا كان سوكا نفسه مش موافق وكان نفسه إنك تقولي لأ. بس بصراحة لما كوريا حكيت لي حكايتك صعبتي عليا، وعرفت قد إيه أنتي مظلومة، وبعدين قلت مش هبقى أنا والدنيا عليكي. بجد الواحد بيكتشف معادن الناس وقت الشدة. قد ايه كان في ناس قريبين مني وباعوني من غير اي سبب، ناس معرفهمش وقفوا جنبي. يعني انتي كوريا وشكري وسوكا وقفتوا جنبي بدون اي تمن، عنك ممكن تسيبوني في الشارع او يتقبض علي عادي. يا ما هتقابلي ناس يا هايدي، المهم اللي اشتروكي اوعي تفرطي فيهم، لان مفيش عيب اكتر من انك تبقي محتاجة حد ويبيعك. بقولك يا نوال، كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع كده. اسمي ست ناني. ماشي يا ست ناني، كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع يا ست ناني. ما عنديش وقت. استني بس انت زعلانه مني ولا ما يحكمش؟ نسيتي كبدكي. كبده مش سوق. بقولك ايه، نسيتي كل ده؟ بصي انا هقابلك بكره قدام المحل الصبح وافطنك على كل حاجه. ماشي؟ افكر. والله وحشتني الشلدومة قوي. طيب حضرتك ممكن تملي الاستمارة دي على ما نجهز اوضه الكشف؟ اتفضلي. انا بعمل حاجة صح مش كده؟ اكتر حاجة صح عملتيها في حياتك غير انك عرفتيني طبعا. عمر ما حد فضل معايا لحد الاخر يا نادر، في اي حاجة بعملها هتفضل معايا لحد الاخر. سارة انتي لسه عمرك طويل ان شاء الله، ولما تبقي سارة تانية غير سارة اللي انا عرفتها قبل كده هتعرفي حاجات كتير قوي عن الناس. الناس مراية يا سارة، بتعكس انتي شايفة نفسك ازاي. سارة انا عندي ثقة كبيرة جدا فيكي ومراهن نفسي عليكي، وعارف انك هتبقي جامدة وهتعدي المرحلة دي. ما تخافيش من اي حاجة، انا جنبك للاخر. هاتي الورق وتفضلي معايا. خلاص يا نادر، خليك انت وانا هكمل. خلي اسراري الطبيه بتاعتي انا لحد ما يبقاش في اسرار خالص، ساعتها احكي لك كل حاجه يا نادر. طب خليني اجي اقف معاكي. لا امشي انت وروح شوف شغلك وحياتك، وانا اول ما اعرف النظام هنا هكلمك ابلغك.
ونشوف يحددوا لنا ميعاد تيجي تزورني فيه. سارة خلي بالك من نفسك، خليكي جامدة، كل حاجة هتعدي إن شاء الله. يلا خلاص بقى نوال، كبدكي غلط وبيصلح بقى عشان محبتك. تقول لي هقول لجوزك على لوح السرير المكسور والحسنات اللي في جسمك والسيئات ليه؟ واحده جايبها من الشارع يا بنت. بهزر بهزر يعني؟ انا هقول له ادي راسك ابوسها لو زعلت. اوعى كده. ما خلاص بقى نوال، ما انت عارف ان كوريا كانت عامله لي مشاكل، بس انا خلاص سبتها، ما فاضليش غير النونة. وهب لنا بقى وبرياله وهصدقك. انت ديلك عمره ما يتعدل يا كبداكي، ده انا حافظاك. انت بس مش لايدة عليك شغلانتك العرة في المحل والخدمة على الزباين، وعايز تاخدني سكة. تصدقي عيب عليكي، مش انا نوال، انا راجل، مش انا اللي اكبر من سكة حر. وكمان الموضوع اختلف، انت ما بقيتيش متجوزة وانا ما بقيتش خاطب، يعني احنا لبعضينا. هو الموضوع فعلا يا اخويا اختلف، والرجالة بقت حواليا زي الرز كده ويتمنوا لي الرضا ارضى. طب وهيمة؟ هيمة السجق كبده الحمامة نوال، انت بقى عشان ارضى عليك تبين لي كرامة رقبتي. طاعون واقف لي زي السلمة المكسورة في الطلعة والنزلة، فابعده عني عشان لا عايز اجرب اذاه ولا ليا شوق ادوقه اذيتي. هو انا المفروض اسيب فلوس هنا ولا بعمل ايه؟ الدكتور نادر اول ما حضرتك دخلتي دفع لنا مبلغ كبير من تحت الحساب، هو كمان طلع فوق وحجز لحضرتك الاوضه اللي على الجنينه عشان قال ان حضرتك بتحب الخضره قوي، وساب لنا رقم تليفونه عشان لو احتاجنا اي حاجه اتصل بيه. تمام. طيب ممكن حد يوريني اوضتي؟ يا نهارك اسود يا شكري، امبارح بالليل كل ده حصل وما تقوليش؟ فين في السيده زينب؟ انت ازاي تتصرف من غير ما تقولي؟ ده انا هخرب بيتك. اسمع انت جيني دلوقتي حالا. ها في يا عمي؟ هايدي يا سيدي، الواد الظابط اللي في الحته دي حكيت له على كل القصه وبيطاردها. يا نهار اسود، هي بنتك اتجننت ولا ايه؟ قلبها يا سيدي. قلبها؟ هو قلبها ده متركب ايه؟ شمال؟ ما انا مرمي قدامها اهو، ما حبتنيش ليه؟ حبك انت ايه قدامها؟ انت حبك حتى في بورصه. وايه اللي فيها يعني؟ الو هاي نادر. هاي دي يا سيدي، حكت الحكايه كلها لواحد ظابط في الحاره. وهربت، فانت لازم تيجي فورا عشان نقعد ونتكلم ونشوف هنتصرف ازاي في المصيبة دي. اعمل معروف. ف صباح الخير يا ابو طالب بيه، ولا تحب اقول لك حياك الله يا شيخ؟